المالية تعلن استعداد مصر للانضمام رسميا إلى مؤشر جي بي مورغان بنهاية الشهر المقبل. وزير النقل يتفقد أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة. وفي اليمن وضع اقتصادي يزداد سوءا والآلاف يكافحون لتغطية نفقاتهم في ظل تدهور العملة. أهلا بكم. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عددا من الخطوات المرتبطة بتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وعدد من البلدان العربية، منها الترتيبات الخاصة بعقد اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة قريبا. كما استعرضت وزيرة التعاون خلال اللقاء ملخصا عن موقف المشروعات المشتركة مع الجانب العراقي. وعلى الصعيد المحلي استعرضت المشاط عددا من المشروعات من بينها الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر، فضلا عن استعراض أوجه التعاون المقترحة مع شركاء التنمية الدوليين بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أعلن وزير المالية محمد معيط استعداد مصر للانضمام رسميا إلى مؤشر جي بي مورغان بنهاية الشهر المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لهذا المؤشر. ولفت الوزير أنه من المتوقع أن تدخل مصر ب14 إصدارا بقيمة إجمالية حوالي 26 مليار دولار، وتكون نسبتها في المؤشر 1.85%، بما يمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب يمكنهم من الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية. وأشار وزير المالية إلى أنه من المتوقع كذلك أن تدخل مصر بإصدار السندات الخضراء بنسبة 1.18 في مؤشر جي بي مورغان للبيئة والحوكمة. افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالإنابة عن رئيس الوزراء، افتتحت فعاليات الدورة السادسة لمعرض فود أفريكا، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 12 وحتى 14 ديسمبر الجاري بمشاركة 400 شركة محلية وعالمية. ويشارك بالمعرض أكثر من 22 جناحا وطنيا، كما تشارك روسيا بجناح يضم 30 شركة باعتبارها ضيف شرف المعرض. وفي غضون ذلك شهد وزير التجارة نيفين جامع والتموين علي المصلحي توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات التجارية الاقتصادية والاستثمارية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مركز المنارة مراسل النير أشرف مبارك. أهلا بك أشرف، وكيف تتابع افتتاح وزيرة التجارة والصناعة الدورة السادسة لمعرض فود أمريكا أفريكا؟ بالفعل يعني انتهى منذ قليل لافتتاح معرض فود افريكا من قبل وزير التموين والتجاره الداخليه الدكتور علي مصلحي، وايضا وزيره التجاره والصناعه الدكتوره نيفين جامع ورئيس غرفه الصناعات الغذائيه. يعني يشهد هذا المعرض الان اقبالا كبيرا من قبل يعني الزائرين الراغبين في التعرف على المنتجات المعروضه داخل هذا المعرض، بالاضافه ايضا الى بعض المستثمرين الراغبين في عمل شراكات مع بعض العارضين من مصر وايضا من الدول الاجنبيه. هناك يعني نحو 23 جناح مشارك في هذا المعرض ب 400 شركه، يعني الشق المصري يخص او الجزء الذي يخص الشركات المصريه يصل الى نحو 50% من اجمالي تلك الشركات. هناك ايضا زياده في يعني صادرات الصناعات الغذائيه عن العام الماضي وصل الى نسبه 19% عن عام 2020، يعني اجمالي الصادرات من الصناعات الغذائيه وصل الى اكثر من 3 بعام 2020. الحديث أكثر حول تفاصيل معرض فود أفريكا والمشاركات في هذا المعرض وأهمية هذا المعرض في يعني التوجه نحو السوق الإفريقية، مع الهواء مباشرة الدكتور أحمد العيسوي وهو الرئيس التنفيذي لشركة مطاحل ومخابز شمال القاهرة. دكتور أحمد، عايزين نعرف حضرتك كيف تشاركون في هذا المعرض، وما هي المنتجات التي تعرضونها ضمن الشركة الصناعات الغذائية، وايضا اهميه هذا المعرض في التوجه للسوق الافريقي؟ طبعا احنا المعرض هنا بنشارك فيه
بجناح الشركة القابضة للصناعات الغذائية. الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتضم حوالي 43 شركة، احنا في 6 شركات عارضين، منهم شركة طنطا للزيوت والمنظفات والمياه المعدنية، شركة النيل للزيوت والمنظفات، شركة السكر والتقطير المصرية. المنظفات والمشروبات والأغذية المحفوظة، بالإضافة إلى الدقيق بأنواعه المختلفة ومنتجات الدقيق والمكرونة وخلافه. ده جناح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبتمتاز كل معروضات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بجودة عالية جدا عشان تنافس في السوق المحلي والسوق العالمي. واحنا طبعا في تصدير كبير من قبل الشركه القابضه، احنا كشركه مطاعم شمال القاهره بنصدر دلوقتي للسودان وجنوب السودان ومدغشقر، وبنصدر للامارات العربيه المتحده، وماشيين في التصدير لدول اوروبا ايضا في هذا المجال. يعني هذا المعرض في عقد الصفقات الاستثمارية مع الشركات العالمية التي تتواجد داخل هذا المعرض، وأيضا يعني دور الشركات المصرية في يعني التوجه نحو القارة الإفريقية. طبعا الشراكة هنا بتتم عن طريق زيارة العملاء أو المستثمرين للمعرض، وفي الأعوام السابقة كنا بنقوم معهم بصفقات وبنتبادل الخبرات بينهم والصفقات، وبنبدأ في عمليات التصدير لهم أو بنستورد منهم طبقا لاحتياجات السوق المصري أو احتياجهم هم من منتجات السوق المصري. ده بالإضافة لأن من مركز المنارة مراسل النيل أشرف مبارك كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا لك. تفقد وزير النقل كامل الوزير تنفيذ مشروع مونريل العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد الوزير على أهمية العمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المقرر، ويربط المونريل إقليم القاهرة الكبرى بالمدن العمرانية الجديدة، ويعتبر المشروع إحدى وسائل النقل الأخضر الحديثة. يتم تنفيذه في مصر للمرة الأولى، ويمثل نقلة حضارية في وسائل النقل الجماعي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط 600 ألف راكب يوميا. افتتح وزير الكهرباء محمد شاكر المؤتمر العربي 15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بمدينة أسوان، وذكر شاكر أن المؤتمر يعد تجمعا عربيا دوري ضمن سلسلة مؤتمرات تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية لرصد مستجدات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطويعها لخدمة التنمية في العالم العربي. أضاف وزير الكهرباء أن المؤتمر يستهدف كذلك تعظيم دور العلوم النووية في بناء الاقتصاد العربي. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنجاز 29 ألف وحدة سكنية بمدينة حدائق العاصمة في إطار المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك خلال عام واحد. قال رئيس جهاز تنمية حدائق العاصمة في احتفالية بمناسبة مرور عام على صدور القرار الجمهوري لإنشاء المدينة التي تعد إحدى مدن الجيل الرابع أنه جاري ربط تلك الوحدات بشبكات المرافق وتسليم الحاجزين. في سياق آخر، تفقد وفد حكومي رفيع المستوى من سلطنة عمان تفقد العاصمة الإدارية برئاسة الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عمان، وتم إطلاع أعضاء الوفد على أهم معالم المدينة من أعلى البرج الأيقوني، كما شملت الزيارة تفقد مشروع الحدائق المركزية كابيتال بورك والتي تعد من أكبر الحدائق المركزية على مستوى العالم، ثم تبع ذلك جولة تفقدية لأهم المعالم الرئيسية بالمدينة. أعلنت وزيرة التخطيط هالة سعيد تخصيص 6 مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار انتقال الوزارات والهيئات الحكومية وموظفيها إلى المقار الجديدة بالعاصمة. قالت الوزيرة إن سيارات المراكز المتنقلة تقدم خدمات الشهر العقاري والتوثيق وخدمات مصلحة الأحوال المدنية وغيرها. في سوق المال، صعدت مؤشرات البورصة المصرية بانتصاف تعاملات اليوم أولى جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 734 مليار جنيه،
وسط تداولات كلية بلغت أكثر من 1.5 مليار جنيه. صعد المؤشر الرئيسي للبورصة إيجيك 30 بنحو 72%. الوضع الاقتصادي في اليمن يزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب الحروب التي ما زالت تمزق في البلاد، ويكافح الآلاف من المواطنين من أجل تغطية نفقاتهم في ظل تدهور قيمة العملة. نتابع. الوضع الاقتصادي في اليمن يزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب الحروب التي ما زالت تمزق البلاد، ويكافح المواطنون مع تدني قيمة عملة البلاد باستمرار من أجل جلب الطعام والاحتياجات الأساسية، وكذلك من أجل تغطية نفقاتهم. كنا نشيل الزبادي قبل 7 سنوات أو قبل الحرب ب 120 ريال إلى 100 ريال، الآن أصبح الحبة الزبادي ب 400 ريال قابل للزيادة، قابل يطلع ل 500 ريال. نحن بأوضاع اقتصادية مدهورة جدا جدا جدا، يعني إذا كان معك 2000 ريال تشقي باليوم يا الله تكفيك صبوح أو غدا 2000 ريال، العشاء يمكن ما تتعشيش. احنا بوضع اقتصادي مدهور جدا جدا، وحالة الشاقي باليمن متعبة جدا. كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن دعم دوله للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والهيكلية الطموحة في اليمن وسط أزمة اقتصادية وتمويلية خانقة. وقبل يومين أكد سفراء الاتحاد الأوروبي استمرار دعم الاتحاد المالي والفني لليمن، وبما يسهم في تحسين معيشة الشعب وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن محاربة الحكومة اليمنية لميشيل حوثي الإرهابية والدائرة منذ 7 أعوام. وتسببت الحرب في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، حيث تركت الملايين يعانون نقص الغذاء والرعاية الطبية، كما دفعت البلاد إلى شفا المجاعة. المالية تعلن استعداد مصر للانضمام رسميا إلى مؤشر جي بي مورغان بنهاية الشهر المقبل. وزير النقل يتفقد أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة. في اليمن وضع اقتصادي يزداد سوءا، وآلاف يكافحون لتغطية نفقاتهم في ظل تدهور العملة. نهاية موجزنا الاقتصادي، طابت أوقاتكم.